بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مع بداية عام دراسي جديد، عام سيتميز بقصر المرحلة الدراسية فيه بسبب ما طرأ من موضوع صحي أدى إلى تأخر افتتاح المدارس عن مواعيدها المقررة، مما سيؤدي إلى ضغط المناهج وقصر المدة الزمنية، مما يوجب التفات خاص من الأهالي ومنكم أيها الأحبة في مرحلة الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذا الفصل سيكون فصل قصير جدا، أأمل أن تلتفتوا إلى هذه النقطة وتبدأوا مبكرا بعد الالتفات إلى رعاية الاحتياطات لمواجهة مرض إنفلونزا الخنازير من خلال التعليمات العامة التي أصبحت معروفة: غسل الأيدي بكثرة، استخدام المحارم الورقية، إذا إنسان شعر بأن عنده أعراض مراجعة الطبيب بشكل مباشر، في حال وجود المرض لا سمح الله الانعزال عن المدرسة وعن البيت قدر الإمكان بحيث لا ينقل المرضى إلى آخرين حتى يتعافى من هذا المرض. ما أخذكم إلى هذه الاحتياطات، أأمل منكم أن تبدأوا مبكرا في الاستعداد إلى عام دراسي تجنون نتائج إيجابية في نهايته، وهذا الأمر لا يتحقق بدون البداية المبكرة. لذا في بداية هذا العام لنسعى أيها الأحبة أيها الأبناء من التلاميذ والتلميذات إلى أن نجعل لنا سلوكيات دراسية تؤدي إلى النجاح، ولا نعتمد على الحظ، ولا نعتمد على بذل الجهد في اللحظات الأخيرة، فهذه الطرق غير مضمونة النتائج. أما إذا أخذنا بأسلوب دراسي سليم ستكون النتائج بإذن الله مضمونة أكثر. بعض معالم هذا الأسلوب الدراسي الذي يجب أن نتحلى فيه: 1- أن ندرك ونحن في هذه المرحلة الدراسية الإعدادية والابتدائية والثانوية، أن ندرك بأن هي أهم وظيفة يمكن أن نقوم فيها لخدمة أنفسنا وخدمة أهالينا وخدمة وطننا، هو أن نحسن تعليمنا، أن نتفوق في تعليمنا. ليس هناك من وظيفة أهم. طبعا يجب أن تكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقة سليمة ولا نتجاوز إرادة الله، وبعد ذلك يجب أن نضع جهدنا في مرحلة التعليم، وهذا ينطبق أيضا على التعليم الجامعي. الوظيفة الأساسية لك أيها الابن العزيز أيها البنت العزيزة هي أن تجتهد في دراستك وتتفوق في دراستك. لن يتحقق لك ذلك إلا إذا أدركت هذه الأهمية المرحلية لعمرك. في المراحل المتأخرة بعد ذلك سيأتي موضوع العمل، وسيأتي موضوع النشاط الاجتماعي والسياسي، وسيأتي كل الأمور، لكن أنت في مرحلة يجب أن تصرف جل جهدك في موضوع التعليم. لن يتأتى لك تفوق مضمون إلا إذا ذاكرت أول بأول، جعلت من سلوكك الدراسي أنك تذاكر أولا بأول. 2- حددت لنفسك وقت محدد يوميا من أجل هذا الأمر، لأنه أمر أساسي في حياتك، لا يجوز أن تجعل ثانوي في تخطيطك اليومي. يجب أن يكون هناك وقت محدد ومكان محدد من أجل أن تذاكر دروسك وتراجع الوظائف التي عليك وتنجزها بدون تأخير. التأخير في المذاكرة، التأخير في إنجاز الوظائف المدرسية والجامعية، يوجد ثقل نفسي عليك وضغط نفسي، مما يعود بنتائج سلبية على وضعك الدراسي. لابد من معالجة نقاط الضعف التي تعانيها. ليس فينا من يجيد كل المواد الدراسية، هناك من يجيد اللغة الإنجليزية ويعاني من مشكلة في الرياضيات، ومن يجيد اللغة العربية ويعاني من مشكلة في اللغة الإنجليزية، وهذا الحالة الطبيعية.
نقاط الضعف التي تعاني منها، الأمور التي تشعر بالصعوبة فيها، لا تؤجل أخذ دروس التقوية والدرس الخاص إلى قرب الامتحان. عالج المسألة من الآن، أو غيرها من النقائص التي تشعر فيها، عالجها من الآن. أعتقد أنه إذا أخذنا بهذه الخطوات الرئيسية وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، واعتبرنا أن هذا العمل الذي نقوم فيه وهو الدرس نحن نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ونرجو رضاه ونرجو الثواب من عنده، سيكون بإذن الله تعالى التوفيق والنجاح والتفوق حليفكم جميعا، تحت عنوان وشعار وطنكم يستحق وأنتم تستحقون أن تكونوا من المتفوقين. أأمل لكم عاما دراسيا موفقا، والسلام عليكم أحبائي ورحمة الله وبركاته.